كمان عايز اتكلم من ضمن الحاجات اللي رصدناها وعايز ادردش برضو معاكم فيها، حكم المباراة. انا مش فاهم الاتحاد الافريقي، المفروض فرقتين بذلوا مجهود كبير جدا، حكم المباراة لا يليق بمباراة نهائية، شخصية ضعيفة، قرارات خطأ مش هقول هنا وهنا، مفيش اللي هو حكم بيحتوي المباراة، اخطاء ساذجة جدا، ليك ضرب الجزاء واضحة جدا ما اتحسبتش، حتى الهدف اللي جه في النادي الاهلي من خطأ لوليد ازارو في وسط الملعب وباينة جدا، امور كتير حتى ما اقنعناش كلنا، وانا هنا مش بخلق برضو اعذار، حكم التحكيم جزء من اي لعبة والاخطاء واردة، لكن مش ده الحكم يعني. يعني مش عايز اغلط واقول يعني البلد ما فيهاش، مش عايز اقول الكلام ده انه صعب عليا شويه، لان ممكن تبقى دوله مش كبيره في الكره يبقى عندها حد عظيم في التحكيم. ولما نتكلم على 52 دوله في الاتحاد الافريقي، مش معقوله يعني مش عارف تجيب حكم ليه اسمه، مش معقوله يعني. فعلامات استفهام قوي من الاتحاد الافريقي، حكم لا يليق بالمباراة النهائية للأمانة، هي دي الحقيقة، مش عارف ياخد قرار، متوتر، مش في كور مش قريب، قرارات عكسية، لا حكم ما أقنعناش كلنا بصراحة، فصعب قوي، صعب قوي حاجة زي كده، فحاجة للأمانة ما ينفعش بقى. يعني انت النهارده بنقول في اخطاء في التحكيم المصري مفيش مشكله ونبقى مع الناس بس نوضح الصوره ونخلي بالنا من دي ومش عارف ودورنا نساعد لان التحكيم جزء من اللعبه، لكن في نفس الوقت بالنسبه لي اللي انت زي ما بقول 52 دوله مش عارف تنقي حكم كويس، ما عندكش حاجه حكام افضل من كده، وعلامات استفهام كبيره جدا جدا جدا، مش هتكلم في تفاصيل فنيه، لكن مش ده الحكم اللي انت تجيبه في مباراه نهائيه يعني. في افضل من كده بكتير. والبعض يزعل لما ننتقد في الاتحاد تلاقيه خارج يعلق، بتعلق على ايه؟ تعلق على ايه؟ لوم نفسك انت. لوم اختياراتك. المفروض اللي احنا على مستوى 52 دوله تكلمني عن تطوير طول الوقت، تطوير ده تطوير يبقى تجيب حكم يليق بنهائي بطوله افريقيا، ولا انتوا عاوزين دايما نضرب غطس في كل حاجه على المستوى الافريقي. اللي عايز يرتقي يرتقي في كل حاجه، في النظام والتزام وكمان تحكيم. فالحكم من وجهه نظري ومن وجهه نظر ناس كتير جدا اهلاويه وغير اهلاويه، حكم لا يليق لمباراه نهائيه.